انا واحد من الناس بميل على اي واحد صاحب محل لما اقدر اخد منه 100 جنيه اعمل ما ربنا يسهل. عيالنا اللي شايله البلد دي، عيالنا في ناس واحده بتدينا وواحده بتساعدنا لله، وما فيش حد يستغنى عنكم يا جدعان. لا يا بيه، انت بتدوس علينا بالجزم لما تجيبونا ترمونا كده، والله العظيم ثلاثه انا معايا البلد دي مش عيب. لا والله ما شاء الله، انا باخد البياعين اللي هم فاعلين اللي انتوا عندكم. انا بقول ما اعرفش، انا بقالي ام 5 سنين هنا ما عارف اي حاجه. ما اتخنقت لما صوني اسمي من امبارح. ليه مبسوط؟ الواحد ليه مكان، يعني محدش بيرازله ولا الامن الوليد العراقي، ولا الواحد ليه مكان محدش بيرازله ولا حاجه. يعني انت كده حاسس ان في امن وانت مبسوط كده لو انت في الشارع؟ الواحد خد حقه في البلد كده يعني. تمام، انت راضي يعني؟ تبقى تبع الحكومه خلاص، ما يبقاش حد طاردني في الشارع. انت عايز الامان يعني؟ الامان. ايوه يعني مبسوط انت بالقرار ده؟ امال انا بجري ليه؟ طيب وسايب دنيته جاي ليه؟ انت اصلا كنت حاطط حاجتك فين؟ كنت حاططها في طلعت حرب. ما تاخدش حاجه، ومش عايزه المكان دوت، ده ما اكلنيش عيش، ما يجيبليش 10 جنيه البنش، المنظر دوت ما يجيبليش 10 جنيه البنش. انا ما فيش حد بيعاني، انا اللي بيعاني ربنا سبحانه وتعالى، واللي زي حبايبي دول هم اللي بيشيلوني، هم اللي بينزلوني الصبحيه، بحول شغلي على دماغي، انا بحاول الشغل وبفرشه على الارض. ودي يعني احنا دايخين من اول امبارح على كده. الصبح جينا سيادتك خدت البلد بيقولنا لحقونا لبعضيهم. لا انت تبع غرب وانت تبع مثلا العابدين وانت تبع مش عارف. على حسب ايه الترتيب ده والتوزيع ده؟ الترتيب ده على حسب الاحياء والاماكن. طبعا انا تبع طلعت حرب وبفرش، ماليش مكان في طلعت حرب بس بفرش فيه في اي بتنقل. اديتهم البطاقه ادوها له تاني، قالوا لا مالكش مكان هنا. طب ازاي وانا ما بفرش في طلعت حرب؟ قالوا لا مالكش مكان. احنا الحصر معمول من شهر رمضان، بنقعد نص الليل بنعمل حصر للناس. الحصر اتعمل على الناس، على الواقع، الناس اللي موجوده دلوقتي بنفوجئ باعداد تانيه كتير مش موجودين اساسا، هياخدوا حق ناس مش حقهم، صح ولا لا؟ لكن الناس اللي موجوده اساسا احنا عاملين لهم حصر، وليهم ارقام عندنا. وانا بقول لك عندنا ناس هيعمل حاجه، لكن سامي شفت حضرتك واحد يقول لك انا بعمل تجول كل حته، ثاني يوم هيروح عليا يبقى انا متجوز. هقول لحضرتك حاجه اسهل، عشان بقول لك انا بعمل سنه واحد كبير. والله عارف، انا قلت لك انا عارف، هقول لك كلمتين كبير. الراجل عارف يا عم، بيظبطه فوق راسه. هقول لك حاجه، ليه ما توصلش الناس دي من غير قصر؟ اوصل لدايره اسم قصر النيل، بيجيب لك قصر بكل جميع البياعين اللي هناك، فانت كده بتريح دماغك. هو ده اللي حصل يا كهربا. امال الكشوفات اللي معانا دي ايه؟ امال احنا بنقول ايه؟ امال ايه الكشوفات اللي معانا؟ الحصر اللي احنا عملناه دلوقتي غرب، احنا حي غرب، شارع طلعت حرب قدام الشارع خارج شارع رمسيس وعبد المنعم رياض قدام المجمع، دول اربع بكلمك. لا لسه الحصر معايا دلوقتي، هيقول لك بالظبط كام لغايه وقتنا هذا مع الاستاذ سعيد، يقول لك كام. عايز العدد يعني كله؟ العدد كله لسه من امبارح والنهارده لسه. لا دلوقتي في النمر اللي معاه هو كل واحد فيهم. طلعت 50 النهارده، 50 50 واحد لحد دلوقتي، 50 واحد. 100 كان امبارح. بالنسبه للتخلفات هتعملوا فيها ايه؟ او اللي يرفض نمرته؟ لا ما فيش حد بيرفض، مش هيرفض حاجه. يقول لا، في امبارح ناس رفضت. لا فيش حد، كان جايه ناس امبارح عايزه على دماغه في الاخر. ناس مش جايه، ناس عايزه. ناس كانوا امبارح بيعترضوا على الاماكن مثلا في الشمس، قلت لهم ده هيتعمل ليه مصلى؟ انت ممكن ما تحطش شمسيه مؤقته قبل ما يتعمل مصلى، ليك هتتعمل بالفعل مصلى.